ما زالت اعتداءات النظام التركي على القرى الحدودية لمحافظة دهوك مستمرة، والخسائر هنا تزداد يوما بعد آخر مع اتساع رقعة الهجمات. اطال هذا القصف قرى برواري وكانيماسي وباطوفة، وأيضا تم استهداف ناحية مانجيش وبامرني خلال الأيام الماضية. القرى بقيت فارغة. هالجرية كان يسكن بحوالي 5000 عائلة وأكثر، واليوم ما تلقي إلا 50-60، وبالشتاء ينزل لـ30، يعني هم يروحون نتيجة القصف التركي. القرية كان عندهم حدود 4000-5000 رأس غنم ليعيشوا على هالمراعيات، اليوم عندهم ما أدري 250 أجل شوية هالحدود هاي. هكذا بيجيش حدودي باش الحدود التي نستطيع الوصول إليها هي جبل زنار. هنالك المنطقة تعتبر محرمة، وتمتد هذه المنطقة حتى سرزير الحدودية بسبب القصف التركي، وأهالي هذه المناطق تأثروا كثيرا جراء هذه الاعتداءات. القرى أصبحت شبه خالية من ساكنيها خوفا من الهجمات الصاروخية المتكررة. هذا الأمر أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، كما أثرت بشكل كبير على السياحة والزراعة وتربية المواشي في هذه المناطق الجبلية. ما باقي السياحة. السياحة ما باقي. أثر على السياحة، أثر على اقتصاد المنطقة، أثر على التواجد الناس، على كل شيء. كم من الأهالي تضرروا بسبب هذا القصف؟ العديد من المواطنين راحوا ضحية هذه الهجمات، وأنا خسرت عيني بسببها أيضا، وأصبحت الحياة هنا معقدة ولا يمكن العيش بأمان في هذه المناطق. تزداد الحياة صعوبة هنا، ولا حلول جدية لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة وأمن المواطنين الأبرياء. روج محمد من قضاء زاخو اليوم.